السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم مسندة. النهاردة ان شاء الله رب العالمين هنشرح الوحدة الستة لسنة تانية ابتدائي. الوحدة بتاعتنا اسمها healthy lunches. healthy lunches، healthy يعني صحي، lunches المفرد بتاعها lunch اللي هو غدا، lunches كده جمع، يبقى انا كده اقصد ايه؟ اقصد الغدا والغدا والغدا، جمع غدا واحد، يعني وجبات الغدا الصحية على بعضها كده healthy lunches. وطبعا من اسم اليونت باين عندنا الكلمات بتاعتنا هتبقى عن ايه؟ عن الاكل. وطبعا كلماتها سهلة جدا، يلا بينا نشوفها مع بعض. بس قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول كلمة معانا هي كلمة food. food food يعني طعام او اكل. الدبل او هنا اتنطقت او او food food. I like healthy food، انا بحب الاكل الصحي، يبقى food يعني اكل. الكلمة اللي بعد كده chicken chicken chicken. نخلي بالنا ان السي اتش بتتنطق ايه؟ تش تش تش. chicken chicken I like chicken I like chicken، انا بحب الفراخ، يبقى chicken يعني فراخ chicken. الكلمه اللي بعد كده معانا burger 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 burger. نخلي بالنا ما بنقولش برجر، بنقول بر بر جر جر burger. I don't like burger I don't like burger، انا ما بحبش البرجر. بعد كده عندنا البطاطس المقلية. البطاطس المقلية يعني فرايز فرايز فرايز. فراي لوحدها بالواي يعني يقلي، انك تقلي حاجة. حولت الواي لاي وقمت مزود اي اي اس بقى معناها البطاطس المقلية. في امريكا بيقولوا عليها فرنش فرايز فرنش فرايز، يعني انت ممكن تقول فرايز وممكن تقول فرنش فرايز. فرنش يعني فرنساوي، مش عارفة ايه العلاقة بس هو كده. ممكن برضو تقول فرايد بوتيتوز فرايد بوتيتوز فرايد بوتيتوز، يعني بطاطس مقلية. بوتيتوز يعني بطاطس، فرايد يعني مقلية. بس دي كلمة بدائية قوي، يعني ما بتستخدمش. اللي بتستخدم فرنش فرايز وفرايز، تقول بقى اللي انت عايزه. she doesn't like fries she doesn't like fries، هي ما بتحبش البطاطس المقلية. بعد كده عندنا كلمة fruit. fruit يعني فاكهة، سواء مفرد او جمع. مفرد اللي هي فاكهية واحدة، جمع اللي هي كذا واحدة. لو انا قصدي حاجة واحدة هقول fruit، لو انا قصدي جمع هقول برضو fruit. يبقى fruit يعني فاكهة. ونركز ان ال UI اتنطقت ايه؟ او fruit fruit او. حاجة بسيطة ليكم من عندي، انا ممكن اقول fruits بالاس لما اجي اجمع عادي، بس امتى؟ لما يكون قصدي فواكه مختلفة، يعني مثلا برتقان تفاح موز مع بعضهم. انما لو قصدي تفاح بس وكتير اهو جمع، هستخدم fruit من غير اس. قصدي مختلفين كلهم مع بعض، هستخدم fruits. طب انا ينفع استخدم fruit في الحالتين؟ الاصح انك دايما تستخدم fruit من غير اس لو هتتلخبط، لكن لو مركز كده تستخدم fruit مع الجمع اللي مش مختلف، لكن تستخدم fruits مع الجمع المختلف. I like fruit I like fruit، انا بحب الفاكهة. بعد كده عندنا العنب. عنب يعني grape grape grape. ده ايه؟ لو عنباية واحدة. طيب لو عنقود على بعضه هزود اس grapes grapes. طيب نخلي بالنا بقى ان الاي في الاخر ما بتتنطقش، بس بتعمل ايه؟ بتخليلي الحرف المتحرك اللي في النص يتنطق باسمه. الحرف المتحرك في النص فين؟ حرف الاي، اسمه اي، فلما هاجي انطقه هنطقه زي اسمه اي grape grape. حلو كده؟ يبقى الاي في اخر الكلام في الغالب
ما بتتنطقش وبتأثر في الحرف المتحرك اللي في النص وبتخلينا ننطقه باسمه grape grapes. grape يعني عنباية واحدة, grapes يعني عنب. I love او I like grapes, انا بحب العنب. بعد كده عندنا ice cream. ice cream, ice يعني تلج, وكريم اللي هي الكريمة او شيء كريمي اللي هي اي حاجة كده عاملة زي الكريم, وكأنه يعني بيقولك ايه كريمة مثلجة او شيء كريمي مثلج اللي هو الايس كريم يعني اللي احنا عارفينه والجيلاتي. ناخد بالنا كده الاول في كلمة ايس, اولا حرف السي عندي اتنطق سي وده بغير العادة, احنا قلنا ان هو دايما بيتنطق كي غير في تلات حالات, لما بيجي بعده اي او اي او واي, وهنا جي بعده ايه اي, فنطقنا الحرف سي ما نطقناهوش كي. جميل, دي اول حاجة. تاني حاجة ان احنا ما نطقناش الاي اللي في اخر الكلمة, بس عملت ايه؟ عملت لي حاجتين. الحاجة الاولى انها خلت حرف السي يتنطق سي زي ما هو, الحاجة التانية انها خلت حرف الاي الحرف المتحرك يتنطق باسمه اي ايس ايس اي. تمام كده, كده خلصنا ايس. نخش على كريم. كريم اولا حرف السي هنا اتنطق كي, ليه؟ لانه دايما بيتنطق كي غير في ثلاث حالات, لما بيجي بعده اي او اي او واي, وهنا ما جاش اي او اي او واي فنطقنا ايه كي. حلو قوي. الحاجة التانية حرف الاي والاي اتنطقوا عندي هنا اي اي, كريم كريم. يبقى انا هنطقوا ازاي؟ ice cream ice cream. I don't like ice cream. I don't like ice cream. انا ما بحبش الايس كريم. بعد كده عندنا كلمة عصير. عصير يعني juice juice. نخلي بالنا من حاجتين. الحاجة الاولى ان حرف الجي لما بنيجي ننطقه ما بنقولش جي او ج ج, لا بننطقه ج ج, كأنك بتحط دي صغيرة كده ج ج, دي اول حاجة. الحاجة التانية لما يجي عندك يو بعدها اي في الغالب بتتنطق او جوس جوس جوس. الحاجة التالتة السي هنا اتنطقت ايه سي, ليه؟ عشان جي بعدها اي. جميل قوي. حاجة كمان الاي في اخر الكلام ما بتتنطقش. جميل كده, يبقى الكلمة دي معانا اسمها ايه؟ جوس 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 يعني عصير. I like orange juice. I like orange juice. انا بحب عصير البرتقال. بعد كده معانا كلمة healthy. healthy 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 يعني صحي, حاجة صحية. نركز في النطق, الاتش بتتنطق هي, الاي اي هنا اتنطقت ه ه healthy healthy. حلو كده. ونخلي بالنا من نطق حرف ال ال, هو مش ال مش لام زي العربي, هو ال ال healthy healthy. تاني حاجة التي اتش اتنطقت ث ث healthy healthy healthy, واكيد الواي اتنطقت اي كده اي healthy. I like healthy food. يبقى healthy يعني صحي. طب غير صحي بقى يعني ايه؟ unhealthy unhealthy. healthy لوحدها يعني صحي, هنحط قبلها un. un دي بتيجي مع الكلمات عشان تنفيها او تدي المعنى العكسي بتاعها. healthy صحي, غير صحي unhealthy unhealthy. بعد كده معانا كلمة زبادي. زبادي يعني yogurt yogurt yogurt. في الغالب التي كده بتتاكل, مش هنقول انها ما بتتنطقش, بس هي ايه يعني وانت بتتكلم ما بتنطقهاش. يوغرت يوغرت. I like yogurt because it's healthy. I like yogurt because it's healthy. انا بحب الزبادي عشان هو صحي. بعد كده عندنا كلمة خضروات او خضار, يعني vegetables 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 vegetables. نخلي بالنا ان حرف الاي التاني ما بيتنطقش, بتتنطق ازاي؟ vegetables vegetables vegetables. I like vegetables.
because they are healthy. I like vegetables because they're healthy. بعد كده عندنا كلمة صديق. صديق يعني friend. Friend من غير الاس. لكن لو هنجمعها ونقول أصدقاء هنحط الاس وهننطقها friends. Friends. مش هننطق الدي قوي. هنعدي عليها خفيف كده. Friends. Friends. صديق واحد friend. أصدقاء friends. I love my friends. أنا بحب أصدقائي. بعد كده عندنا كلمة ضفدعة. ضفدعة يعني frog. 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 ال O بتتنطق أ أ. فرا فرا فرا. Frog. Frog. I don't like frogs. I don't like frogs. أنا ما بحبش الضفادع. بعد كده عندنا فستان يعني dress. 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 نخلي بالنا لما بيجي عندي حرف الدي وبيجي بعده حرف الار بحط بينهم في النطق زي جي صغيرة كده دره دره. ما بقولش دره لا بقول دره دره. dress 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 يعني فستان. I have a pink dress. I have a pink dress. أنا عندي فستان لونه بمبة. بعد كده عندنا فعل يرسم. يرسم يعني draw draw draw. قلنا الدي والار لما بيجوا ورا بعض هنحط ما بينهم في النطق جي صغيرة فهتبقى dre dre. طيب والA واليو في الغالب بيتنطقوا O O. فالكلمة هتتنطق ازاي؟ draw 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 يعني يرسم. I like drawing. أنا بحب الرسم. آخر كلمة معانا هي drums. drums. نخلي بالنا لما بيجي دي وبعدها R بنحط زي جي صغيرة كده في النطق فبنقول إيه؟ dr dr drums. ونخلي بالنا إن اليو اتنطقت أ أ. dr dr drum drums. drums يعني طبول. drum يعني طبلة من غير الإس لكن بالإس جمع. I have five drums. I have five drums. أنا عندي خمس طبلات. بعد كده عندنا الفرق بين good for و bad for. good يعني جيد أو كويس أو مفيد. for يعني من أجل. good for يعني مفيد لي أو كويس لي. يعني مثلا it's good for our health. ده كويس عشان صحتنا او كويس لصحتنا او مفيد لصحتنا. يبقى good for يعني مفيد لي. طب bad for. bad يعني سيء. for يعني من اجل او لي. bad for على بعضها سيء لي. يعني مثلا بدل ما نقول ده كويس لصحتنا او مفيد لصحتنا هنقول it's bad for our health. ده سيء لصحتنا او يعني ما بيفيدناش او وحش لصحتنا. يبقى احنا عندنا good for يعني مفيد لي. bad for عكسها اللي هي غير مفيد لي او سيء لي او بيضر يعني. بعد كده عندنا الفرق بين hard و soft. hard يعني حاجة صلبة انما soft يعني ناعم. it's hard ده صلب. It's soft ده ناعم. يبقى hard يعني صلب إنما soft يعني ناعم اللي هي إيه؟ عكسها. ممكن نقول that wall is hard. الحيطة ديت صلبة. that wall is hard. الحيطة دي صلبة. إنما ممكن نقول the fiber is soft. the fiber is soft اللي هو إيه؟ النسيج ناعم. يبقى عرفنا hard يعني صلب عكسها soft اللي هو ناعم. بعد كده عندنا would like لوحدها يعني يحب وwould يعني سوف. would like على بعضها يعني يرغب أو يريد. would like يا إما يجيلي بعدها to والمصدر اللي هو مثلا I would like to drink. I'd like to drink. أنا أريد أن أشرب أو أنا أرغب في أن أشرب. يا إما بيجيلي بعدها الحاجة اللي أنا عايزها زي مثلا
I'd like some juice. أرغب في بعض العصير أو أود بعض العصير. He'd like an apple. هو يرغب في تفاحة. She'd like a glass of water. هي ترغب في كوباية مية. We'd like some chicken. نحن نرغب في بعض الفراخ. They'd like some tea. هم يرغبوا في بعض الشاي. يبقى أنا عندي بجيب الفاعل وبعدين أجيب would like وأقوم حاطط الحاجة اللي أنا عايزها. طيب في اختصار ل would like؟ أيوة لسه قايلين أهو في الجمل apostrophe d وبحط like عادي. I'd like بدل ما أقول I would like هقول I'd like، بدل ما أقول she would like she'd like، وهكذا. يبقى أنا عندي would like يعني يرغب، بجيب الفاعل وأجيب would like وأجيب الحاجة اللي أنا عايزها. She'd like some tea. He'd like some juice. وهكذا بقى. طب لو عايز أعمل سؤال ب would like اللي هو أقول إيه؟ هل ترغب في كذا؟ هعمل إيه؟ خدنا قبل كده طريقة اللي هي الشقلبة، اللي هو مثلا زي ما قلنا he is، بدل ما أقول he is أقول is he، بدل ما أقول he can أقول can he، وتبقى سؤال. هنا برضو بدل ما أقول he would هقول would he، يعني هشقلب would مع الفاعل، هحط would الأول وبعدين أحط الفاعل وأحط جملتي عادي زي ما هي اللي هي like وأكمل إيه الحاجة اللي أنا عايزها. طب نجيب أمثلة عشان ما نتلخبطش. مثلا بدل ما أقول you would like some milk، أنت تريد بعض اللبن، لما أجي أحطها في سؤال وأقول له هل تريد بعض اللبن، هعمل إيه؟ هشقلب would مع الفاعل، هحط would الأول وبعدين الفاعل، يعني هقول إيه؟ Would you like some milk؟ جبنا would الأول وبعدين جبنا الفاعل وحطينا like وحطينا إيه؟ تكملت الجملة بتاعتنا، هل ترغب؟ طيب مثال كمان، بدل ما نقول مثلا they would like some cheese، هم يرغبون في بعض الجبنة، يعني هم عايزين شوية جبنة، دي جملة. طيب أنا أسأل بقى وأقول هل هم عايزين شوية جبنة؟ هسألها إزاي؟ هنجيب would الأول وبعدين الفاعل، يعني هنقول would they like some cheese، بدل ما نقول they would like some cheese هنقول would they like some cheese، بقت سؤال. طيب مثال كمان، بدل ما أقول مثلا he would like a glass of water، هو يرغب في كوباية مية، هسأل إزاي؟ هجيب would الأول وبعدين الفاعل. would he like a glass of water؟ هو عايز كوباية مية. عملت إيه؟ شقلبت، جبت الفعل المساعد اللي هو would حطيته في الأول وبعدين حطيت الفاعل، عشان إيه؟ عشان أكون سؤال. طيب آخر حاجة، would she like an apple؟ هي عايزة تفاحة؟ أنا عملت إيه هنا؟ جبت would الأول وبعدين حطيت الفاعل وبعدين حطيت like وكملت عادي خالص. طيب لو عايز أجاوب هجاوب إزاي؟ أي سؤال بهل بيتجاوب عليه بإيه؟ بآ أو لأ؟ هل عايز كذا؟ آه. هل عايز مش عارف إيه؟ لأ. يبقى أي سؤال بهل بنجاوب عليه بيس أو نو. هنا هنقول يا إما يس بليز، زي مثلا أجي أقول لك would you like a banana؟ أنت عايز موزة؟ هتقول ايه؟ yes please او no thanks او no thank you. yes please يعني اه من فضلك، yes يعني نعم، please يعني من فضلك او لو سمحت، no يعني لا، thank you يعني شكرا لك، وممكن برضو تقول thanks، مش فرقة الاثنين واحد. طيب ناخد امثلة، would you like a banana؟ no thank you. عايز موزة؟ لا شكرا. would she like a glass of water؟ هي عايزة كوباية مية؟ yes please. يبقى أنا عندي would like يعني يرغب فيه، لما أجي أكون جملة هقول إيه؟ هجيب الفاعل وأجيب would like وأقوم جايب الحاجة اللي أنا عايزها، زي مثلا I would like a glass of water. I'd like a glass of water، أنا عايز كوباية مية. طيب لو هنعمل سؤال هنجيب would الأول وبعدين الفاعل وبعدين like وبعدين الحاجة اللي احنا عايزينها، زي مثلا would you like a banana؟ انت عايز موزة؟ طيب هنجاوب ازاي؟ يا اما بيس
يا اما بنو. لو هنقول يس هنقول يس بليز، اه لو سمحت. لو هنقول لا هنقول نو ثانكس، لا شكرا، او نو ثانك يو. ثانك يعني يشكر، يو يعني انت او لك، فثانك يو على بعضها كاني بقول لك ايه، شكرا لك، انما ثانكس يعني شكرا. فهمتوا حاجه؟ فانت بامكانك تقول ثانكس او ثانك يو اللي انت عايزه. ثانكس بتبقى ايه زي بتستعملها اكتر مع اصحابك وكده، انما ثانك يو تحسها رسميه شويه، تستعملها مع ناس مثلا اكبر منك او ناس ما تعرفهاش وهكذا. بعد ما خلصنا وود لايك عندنا لايك. لايك لوحدها يعني يحب. تصريفاتها ازاي؟ مع الفعل الجمع، سوري الفاعل الجمع زي ما هي. الفاعل الجمع ده اللي هو ايه، اي وي يو ذي او اي حاجه جمع اللي هي من اتنين لاكتر، زي مثلا ماي بيرنتس. ماي بيرنتس يعني والداي اللي هما ماما وبابا، ده ايه جمع عشان اتنين هم. طيب لما بلاقي فاعل جمع لايك بيبقى زي ما هو. حلو. طب لو الفاعل مفرد، الفاعل المفرد بزود على لايك اس، بتبقى لايكس. ايه هما الفاعل، ايه هو الفاعل المفرد اللي هو هي شي ات واي حاجه مفرد. يعني ايه اي حاجه مفرد؟ يعني اي حاجه واحده، احمد، علياء، اليكس، ريفيرا، اي حاجه. طيب نجيب امثله. اي لايك ميلك، انا بحب اللبن. جبنا الفاعل لقيناه جمع، فلايك هنحطها زي ما هي ونحط الحاجه اللي بنحبها. وي لايك بريد، جبنا الفاعل لقيناه جمع، فجبنا لايك وحطيناها زي ما هي، وبعد كده حطينا الحاجه اللي احنا بنحبها، انا بحب العيش. ذي لايك تشيكن، هما بيحبوا الفراخ، لقينا ذي جمع فعشان كده جبنا لايك ايه زي ما هي وحطينا الحاجه اللي بنحبها. شي لايكس تي، شي لايكس تي، هي بتحب الشاي. شي مفرد عشان كده حطينا اس للايك، بقت ايه لايكس. حلو. هي لايكس هيلثي فود، هي لايكس هيلثي فود، هو بيحب الاكل الصحي. هي مفرد عشان كده حطينا اس على لايك. يبقى انا عندي لو الفاعل بتاعي جمع لايك هتبقى زي ما هي، لو الفاعل بتاعي مفرد هحط لها اس. لايك يعني يحب، بجيب بعدها الحاجه اللي انا بحبها. طب لو عايز انفي واقول ما بحبش او ما بيحبش، هننفي بdon't وdoesn't ونجيب المصدر. ايه المصدر؟ اللي هو اصل الفعل من غير اي اضافات، يعني هنجيب لايك زي ما هي، لا هنحط لها اس ولا هنحط لها اي حاجه، هي زي ما هي كده. طيب نحط don't امتى ونحط doesn't امتى؟ don't لما يكون الفاعل بتاعي جمع، انما doesn't لما يكون الفاعل بتاعي مفرد. طب تعالوا كده نفصص don't كده. do لوحدها هي هنا فعل مساعد، بس دو لوحدها يعني يفعل. not لوحدها يعني لا او مش، اللي هي بتيجي للنفي. don't على بعضها لا، بتيجي للنفي، لكن دو هنا فعل مساعد يعني بيقولي كده الجملة. وخلي بالك دو ده الاصل بتاع الفعل عشان كده خدناه مع الفاعل الجمع، انما doesn't خدناها مع الفعل المفرد. ليه؟ لان does متزود عليها es. لو تفتكروا المضارع البسيط مع الفاعل المفرد بنحط s او es او ies. المهم يعني عشان ما تتلخبطوش، don't مع الجمع و doesn't مع المفرد. تمام. طب افرقها ازاي؟ doesn't فيها s والاس بيجي مع المفرد. حلو كده، جميل. طيب don't و doesn't كده كده لازم يجي بعدهم المصدر اللي هو اصل الفعل. حلو. يبقى انا لو عايز اقول انا احب كذا هجيب الفاعل واحط لايك واحط الحاجه اللي انا بحبها. طيب لو الفاعل ده جمع لايك هتبقى زي ما هي، لو الفاعل ده مفرد هحط اس على لايك. طب لو عايز اقول انا ما بحبش او هو ما بيحبش، عندي don't و doesn't وكده كده بنحط لايك من غير الاس. لو الفاعل معايا جمع هحط don't، لو الفاعل معايا مفرد هحط doesn't. طب ناخد امثلة على النفي. I don't like tea، I don't like tea، انا ما بحبش الشاي. I فاعل جمع عشان كده جبت don't وبعدين حطيت like وحطيت الحاجة اللي انا ما بحبهاش. طيب we don't like rice، we don't like rice، احنا ما بنحبش الرز. we فاعل جمع
فعشان كده جبت don't وحطيت بعدها like زي ما هي، وحطيت الحاجة اللي ما بنحبهاش. بعد كده they don't like burger، they don't like burger، هما ما بيحبوش البرجر. they جمع، عشان كده جبت ايه don't وبعدين حطيت like زي ما هي وحطيت الحاجة اللي هما ما بيحبوهاش. طيب نشوف اللي بعده كده. she doesn't like coffee، she doesn't like coffee، هي ما بتحبش القهوة. she مفرد، عشان كده جبت ايه doesn't، بس لما جه بعدها الفعل اللي هو like جبته في المصدر، مع ان الفعل معايا مفرد، بس ما ينفعش بعد do او does او don't او doesn't يجي الفعل وفي اي حاجة، لازم الفعل يجي في المصدر بعد do او does او don't او doesn't. جميل، فعشان كده ايه جبت she doesn't like coffee. اللي بعد كده he doesn't like pasta، هو ما بيحبش الباستا. he مفرد، عشان كده جبت ايه doesn't. جميل، طب واللي بعده جبت like زي ما هي، ليه؟ عشان بعد don't و doesn't بيجي الفعل في المصدر، يبقى انا عندي like يحب، بيجي بعدها الحاجة اللي بحبها. لو الفاعل معايا جمع like هتبقى زي ما هي، لو الفاعل معايا مفرد هزود s على like. جميل قوي. طب لو عايزة انفي بdon't و doesn't وبحطها قبل like، وبقوم قايل don't like او doesn't like، يعني بجيب المصدر من لايك على طول زي ما هو وما بزودش اي حاجة. don't مع الفاعل الجمع، doesn't مع الفاعل المفرد. اتمنى تكونوا فهمتوا كل حاجة في الدرس. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا والاخر الترم الاول خالص. اشوفكم ان شاء الله رب العالمين في الترم الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو ما كنتوش لسه عملتوها، وياريت تشيروا الفيديو كتير قوي عشان ناس كتير تشوفه وتستفاد. ولو عندكم اي سؤال عن اي حاجة في اللغة الانجليزية، مش بس في الفيديو ده او في فيديوهات فاتت، قولولي في التعليقات وانا باذن الله رب العالمين هرد عليكم. وياريت تكتبولي اي حاجة في التعليقات تشجعني اني اعمل فيديوهات كمان. شكرا ليكم انكم اتفرجتوا على الفيديو لاخره. اشوفكم ان شاء الله رب العالمين في الترم الجاي. سلام عليكم، في رعاية الله تعالى.